يعني محمد، رأي حضرتك ايه في القصه والمباراه بالذات بعد ما حولنا تاخرنا 12 نقطه لفوز ب 13؟ اختلف الاداء بين الشوطين، اعتقد ان حسوا بالمسؤوليه الملقاه عليهم بين الشوطين. الشوط الثالث والرابع اختلف الاداء خالص فيهم، اختلفت المسؤوليه بالنسبه للعيبه. قدرنا نتسيد الجيم وقدرنا احنا يعني نعمل تعادل ونطلع ونستمر في المكسب وكده، وحققنا المكاسب اللي احنا كنا عايزينها. المكاسب اللي احنا عايزينها اول حاجه مكسب المباراه، دافع معنوي للمباراه القادمه. ثاني حاجه كسبنا عمرو علاء زهران، كسبنا عبد الرحمن حسام، كسبنا عبد الله نصر. بخلاف ان ابو النصر النهارده هو نجم المباراه، زائد عوده الجمال. انا مبسوط جدا لعوده الجمال لان الجمال ورقه رابحه في مباراه الاتحاد. لو تم استغلالها. أليكس بيقدم عروض كويسه، بس دي ده مستواه صحيح، هو مستوى ثابت اغلب يعني اغلب مباريات.